مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يكون الطقس ما بين لطيف إلى ربيعي معتدل يوم الأحد، لكن يوم الاثنين تسود الأحوال الجوية الخماسينية، حيث يكون الجو يوم الاثنين حار نسبي ومغبر، وتسود الأحوال خماسينية يعني أحوال جوية حارة نسبيا مغبرة جافة، تظهر السحب العالية والمتوسطة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي توضح درجات الحرارة، حيث اللون الأخضر هو الأبرد، الأصفر أعلى قليلا، لكن الأحمر هي الكتلة الهوائية الحارة وتمثل درجات الحرارة الأعلى. فبنلاحظ أنه اعتبارا يوم الأحد ستبدأ درجات الحرارة بارتفاع تدريجي، بحيث تكون الأجواء يوم الاثنين حارة نسبيا ومغبرة. وأيضا الرياح يوم الاثنين هناك هبات للرياح بتكون مثيرة للغبار والأتربة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، في بداية الليل أجواء لطيفة، لكن تصبح الجو بارد نسبي، وخاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. الصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، أجواء ربيعية لطيفة أثناء النهار، لكن أثناء الليل تميل قليلا إلى البرودة. وأيضا ليلة الأحد على الاثنين تبدأ درجات الحرارة إن شاء الله بالارتفاع التدريجي، بحيث يوم الاثنين تسود أحوال جوية خماسينية، ارتفاع كبير على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا وجافة ومغبرة مع ظهور السحب العالية والمتوسطة. العظمى المتوقعة يوم الاثنين تتراوح ما بين 29 إلى 31، والصغرى بحدود 16 درجة. يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة وينتهي تأثير الأحوال الجوية الخماسينية، لكن تصبح الأجواء يوم الثلاثاء ربيعية مشمسة بالنهار، وأيضا ربيعية لطيفة إلى معتدلة نهارا، لكنها تميل قليلا إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء 26-27، والصغرى بحدود 16 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة. نبدأ بالمناطق الشمالية، إربد 27-21، عجلون 25-20، جرش 27-20، والمفرق 26-18 درجة. أجواء في المناطق الشمالية معتدلة نهارا، ربيعية معتدلة نهارا وربيعية لطيفة ليلا. المناطق الوسطى أيضا نفس الأوضاع الجوية تقريبا، البلقاء 24-19، مأدبة 23-19، عمان 23-19، والزرقاء 27-20. البحر الميت أجواء حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا، 32-26 درجة مئوية. المناطق الجنوبية 25-20، الطفيلة 24-20، الشراه 23-19، معان 27-20، والعقبة أجواء حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا، العظمى 36 درجة والصغرى 27 درجة مئوية. المناطق الشرقية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، الأزرق 29-19، الصفاوي 28-18، والرويشد 28-18 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. تمويلكم
مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.